A car accelerates from rest to 30 km per hour later on a highway. It accelerates from 30 to 60 km per hour. Which takes more energy, going from 0 to 30 ولا 30 to 60؟ هو عايز المور انرجي من السيارة البنزين. احنا عارفين الكيناتيك انرجي طبعا دي ماشية على الارض ومفيش بوتنشال انرجي، واحد زائد الورك من واحد لاتنين اللي هو الانرجي بيطلع من السيارة من الموتور، كيناتيك انرجي اتنين. هو بيسألني على الورك من واحد لاتنين اللي هو نص ام في اتنين تربيع ناقص في واحد تربيع. فيا ترى مين اكبر، هل التلاتين للصفر؟ يعني طبعا تلاتين على 3.6، تلاتين على 3.6 الكل تربيع ناقص زيرو، هل ده اكبر ولا الستين ناقص التلاتين؟ مين اللي قيمته اكبر، ده ولا ده؟ طبعا اكيد ده اكبر من ده. يبقى لو انت عايز تحسب، طبعا ممكن تحسب هل تلاتين على يعني ده تلاتين تربيع ناقص صفر، كانوا سيبك من 3.6 مشترك، ده تعتبر ايه 900 على 3.6 تربيع، وهنا 60 في 60 3600 ناقص 900، 3600 ناقص 900 يطلع 2700 على 3.6 كل تربيع. يبقى ده أكبر، أكبر. يبقى من 30 لـ60 محتاج يعني ورك أكبر. من 0 لـ30 لا، من 30 لـ60 صح. Both are the same لا، زي ما احنا شايفين التربيع طبعا بيفرق معانا. يعني لو قلنا مثلا من 60 لـ90 يبقى اكيد هيحتاج كمان باور اكتر وانرجي اكتر.